سمعتهم بيقولوا إنهم هيطهروني خلاص، بس مش دلوقتي، لما الهلال يهل. نمضات قلبي زادت جدا جدا، وبعدين شفت دخلت للأوضة دي، لقيت الدكتور ملامحه قاسية كده، فمعرفتش أعمل إيه. بس أنا كنت حاسة بنبضات قلبي كويس، كأنها هتطلع خلاص من القفص الصدري بتاعي. الدكتور ده جه لغاية عندي، اداني حجنة، ما تكلمش بس ولا كلمة معايا، يعني اداني حجنة. خدت الحجنة ما حستش، روحت في عالم تاني. الولادة فرحة، لكن الختان ده كسرة نفس.